سواء قطاعي ولا مستوى جهوي، وأطلقوا على الاستحقاقات الاجتماعية لدى الاتحاد العام لفرص الشغل وعديد الاتفاقيات فيما يتعلق بهجرة التشغيل فيما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية. إن شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح، وإن شاء الله كما نقولوا في نجاحه نجاح معناها الدولة التونسية، ولكن لابد من التسريع أني في ملء الفراغات، لأن نعرف حكومة تصريف أعمال مهما كانت معناها الاستحقاق نتاعها ومهما كانت القرارات نتاعها دائما وابدا تعتبر حكومه تصريف اعمال، واحنا مرتبطين بمحيط اقليمي ودولي وداخلين العوده المدرسيه، ونعرف الوضع الصحي ووضع مؤسساتنا العموميه الاوضاع على جميع المستويات تتطلب اليوم الاسرع بتكوين حكومه معناها تكون قادره على الاجابه على كل التحديات. هل هي كفاءات أم متعمدة؟ فما تمسك من أطراف حكومة سياسية؟ هذا السؤال معناها شأن يهم السيد رئيس الحكومة المكلف ويهم معناها الأحزاب السياسية. موقفكم أنتم؟ احنا ما لناش كتلة نيابية اللي باش نصوتوا باش نقولوا إيه ولا لا. ولكم لا عندكم رأي. قلتوا أنه نحبوا على حكومة كفاءات مصغرة. نحبوا ماذا بينا ما تكونش حكومة عبارة كما شفنا معناها وزير يجيب لك رئيس معناها هذا مكلف بمأمورية، هذا رئيس ديوان، هذا مكلف بملف معين، اللي ما يدخلش من الباب يدخل من الشباك، هذا غير معقول. لازم اليوم اعطاء اشارات ايجابيه الى الشعب التونسي، تكون حكومه، هذا وجهه نظر، تكون حكومه ما تكونش موسعه ياسر، وتكون حكومه قادره تجاوب على الاستحقاقات الاجتماعيه والوطنيه. هل تعتقد بان هناك وتر في المشاورات؟ انا لم اواكب تلك المشاورات، معناها الله كان اول يوم قابلته انا رئيس الحكومه المكلف، وقابلته اليوم لم اطلع معناها على لصق معناها 27 جبيل الى حد هذا اليوم، يعني هل هناك بوت ام لا؟ ممكن هو عنده نظرته للمسائل وعنده التاني نتاعو، ولكن ان شاء الله بعد هذا البطء نشوفوا مخرجات حقيقيه معناها. هل فعلا الرجل يتعرض للضغوطات من الاحزاب السياسيه؟ هذا السؤال يوجه الى السيد رئيس الحكومه المكلف. التقى مؤخرا في معناتها في مجلس سري مع رشيد غنوجي، كيف يعني ما هو موقفكم من ذلك؟ لا علم لي بهذه المساله. شكرا لك.